عايزين نتكلم بقى مع حضراتكم في موضوع تاني كمان، وهو البارالمبيات والأولمبيات اللي بتحصل في باريس، وأبطالنا اللي حققوا الذهب يا شاذلي وشرفونا. فرحة كبيرة بتعيشها الجماهير المصرية في اليوم من منافسات في اليوم السابع من منافسات البارالمبيات باريس 2024، وده بعد ما أبطالنا المصريين حققوا نجاحات كبيرة، وحصدت البعثة المصرية امبارح ذهبيتين، الأولى توج بيها محمد المنياوي والثانية توجت بيها رحاب رضوان، وفرحة كبيرة قوي لنا كمصريين لما شفنا العلم المصري بيرفع هناك، والنشيد المصري كمان بيعزف، وهم مبسوطين بفوزهم بعد طبعا يعني شهور، خليني أقول، من التدريبات يا شاذلي. طبعا هم مبسوطين وإحنا كمان مبسوطين، شرفوا نفسهم وشرفونا وشرفوا مصر كلها، ذهبيتين ورا بعض الاثنين، اصرار وعزيمه وتحدي، وفي النهايه بيرفعوا اسم مصر، بيرفعوا علم مصر. يعني شفت محمد المنياوي اول ما خلاص فاز يعني جري وخد علم مصر كده وسجد، وكان سعيد جدا وكان فرحان، وتعبيرات وشه بتقول ان هو عمل حاجه يا جماعه، هو فعلا عمل حاجه. هو يعني فكره انك بتشارك في البارالمبياد انت كده بطل بالفعل، يعني شاركت، لكن انك تحصد كمان الميداليه الذهبيه فده انجاز كبير جدا. دلوقتي معانا على التليفون للتعليق من باريس الاستاذ حسام زايد الناقد الرياضي من موقع كوره بلس. صباح الخير عليك يا فندم. صباح الخير عليك يا استاذ محمد، صباح الخير عليك يا بسنت وكل متابعي، صباح الخير يا مصر، صباح بلون الذهب على كل المصريين وكل جمهور مصر اللي كان حريص على متابعه ابطالنا وتهنئتهم بعد طبعا منافسات قويه على مدار الايام الماضيه. لكن طبعا امبارح كان يوم ليه طعم مختلف فعلا طبعا. بالتتويج بالذهب زي ما قلت، لسه كنتوا بتتكلموا فعلا انه محمد المنياوي وبعديه رحاب على طول بالميداليه الثانيه، وسبحان الله يعني بعد الصبر ميداليتين ذهب يعني، وبنسمع الاستلام الوطني مرتين في يوم واحد في باريس في دوره الالعاب البارالمبيه. حقيقي كان احساس عظيم جدا وفخر ما بعده فخر. ومحمد المنياوي يعني احنا يمكن اتكلمنا امبارح بعد الميداليه انه بيتكلم بكل عفويه وقد ايه عنده يعني احساس بانه كان عايز يدي فرحه لمصر والجمهور مصر. وانا يعني حتى الصوره بتاعته وهو متاثر بالميداليه امبارح كان احساس عظيم جدا، وانا بقول من قلبه وروحه مصري يعني. يعني خلينا نتكلم عن يعني سواء رحاب، خليني اقول كمان يعني هبتدي برحاب بقى مبدئيا، انه هي دي مش المشاركه الاولى ليها، وهي كانت مصره ان هي ترجع بالذهب. الإصرار والثقة دي احكي لي عنها، احكي لي عن التفكير بتاعهم، لأن احنا النهاردة كمان حابين المشاهدين كمان بيتفرجوا علينا النهاردة وفي أي تحديات يمكن بيواجهوها يشوفوا أبطالنا فكروا ازاي وعملوا ايه والخطوات اللي خدوها عشان يوصلوا للنجاح الكبير قوي ده. العالم كله بيتفرج عليهم النهاردة وبيشيد بيهم. طبعا طبعا يعني رحاب المشاركة الثالثة كان في ريو كان فضة، وبعدين في طوكيو فضة، وفي المشاركة الثالثة في باريس 24 بتجيب الذهب، فتطور يعني تطور مميز في مستواها الفني وفي تركيزها وقت اللعب. يعني على فكرة كل لاعب ليه ستايله في اللعب. رفع الأثقال مش بس مجرد انك بترفع تقل او وزن، لا، كل لاعب ليه ستايله. يعني رحاب فعلا بتحسيها كده مصريه اصيله، بتاخد نفسها وبتفرد دراعينها، يعني بتحس ان هي بتفرد جناحاتها الاثنين قبل ما ترفع الرفعه. فبصراحه ستايل مختلف رحاب. انا كمان برضو اتكلمت مع رحاب بعد التتويج بالميداليه الذهبيه، وهي فعلا يعني سالتها انت كنت متوقعه انك هتجيب الذهب؟ قالت لي انا كنت عندي ثقه في ربنا الاول، وبعدين ثقة في نفسي اني انا اقدر، كل اللي حواليا دول مش احسن مني، انا بالعكس انا عندي قوة وعزيمة واتمرنت كويس واستعدت كويس على مدار الثلاث سنين اللي فاتوا. فجات اللحظة اللي انا احصد فيها بالاستمار التعب اللي انا تعبته، وكمان يعني في تواضع كبير قوي عند الاثنين، وفي فعلا عفوية وطيبة، وفعلا
تحس فيهم المصرية الأصيلة في رحاب، يعني سميناها أطلقنا عليها امبارح كليوباترا رفع الأثقال. فيعني بصراحة حاجة فخر لينا كلنا إذا كان رحاب أو محمد المنياوي طبعا. صحيح. طيب حسام، الأخبار إيه عندك يعني بعد الذهبيتين دول؟ انعكاساتها إيه على بقية اللعيبة وعلى البعثة المصرية بشكل عام؟ إحنا لسه مكملين طبعا. لا يعني بصراحة امبارح كلنا والله، حتى البعثة الإعلامية كمان، كلنا يعني تحس إن إحنا خلاص شمينا نفسنا، حصدنا أول ميداليتين وذهب الحمد لله، دخلت في جدول الميداليات، وبعدين كمان لسه في منافسات ثانية النهارده، عندنا منافسات قوية جدا، منتخب مصر للكرة الطايرة جلوس بينافس على الميدالية البرونزية مع أمام المنتخب الألماني، والمباراة في الملعب، يعني إن شاء الله بإذن الله فرصنا موجودة بقوة إن إحنا ناخد ميدالية برونزية. المباراة تكون الساعة 4 بتوقيت القاهرة، الساعة 3 بتوقيت باريس، إن شاء الله منتخبنا يجيب الميدالية البرونزية. كمان عندنا النهاردة محمود صبري هيلعب في رفع الأثقال، وبالليل فاطمة محروس، إن شاء الله بإذن الله يكون في أكتر من ميدالية النهاردة. وكمان يعني دكتور دول مصنفين أو عاملين حسابنا إن هم ياخدوا ميداليات في رفع الأثقال؟ عندهم فرصة طبعا إن شاء الله إن هم ياخدوا ميداليات، وبإذن الله يكون في أكتر من ميدالية النهاردة. وكمان النهاردة احنا في باريس منتظرين كمان وصول الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، يوصل النهاردة إن شاء الله لباريس وهيكون حاضر في المنافسات. أجواء مختلفة حقيقي، وأجواء فعلا يعني زي ما اتكلمتوا إنه مجرد وصول البطل نفسه إلى المرحلة دي في باريس في دورة الألعاب سواء الأولمبية أو حتى البارالمبية، ده يعني من الصفوة، من صفوة الرياضيين على مستوى العالم. لكن كمان الميزة في أبطالنا البارالمبيين إنه حقيقي هما مصدر إلهام، مش بس مجرد بطل بينافس على ميدالية، لا ده ملهم في حياته. أنا سمعت قصص كتير جدا جدا من أبطالنا، أكيد بعد الدورة ما تنتهي إن شاء الله هنحكي عن كل بطل وعن قد إيه كان عنده إصرار وعزيمة إنه يصل ويكمل حياته. وعلى فكرة إحنا مش بس بنتكلم إن هو يعني يكون مندمج في المجتمع، لا هو فعلا جزء من المجتمع، مش لسه هيندمج، لا الناس دي عندها إصرار يا جماعة والله غير طبيعي طبعاً. وعزيمة ومصدر إلهام لينا كلنا حقيقي. حقيقي. طيب الدعم اللي لقوه من الناس، يعني كتير قوي من الجماهير ابتدوا يبعتوا لهم فيديوهات وبيدعموهم وبيكلموهم فيها وبيعملوا شير للفيديوهات دي على نقاط على نطاق واسع، في منهم كمان شخصيات عامة، يعني شفنا ناس كتير بتعمل لهم شير للفيديوهات دي، حسام حسن كان حد منهم. فالدعم ده وصل لهم ازاي؟ استقبلوه ازاي؟ أثر في نفسيتهم بالإيجاب ازاي؟ يعني لو حد اتكلم معاك في الموضوع ده ممكن تحكي لنا. طبعا هم كانوا يعني خلينا اقول لك كانوا متابعين ده بشكل جيد، لكن في الأيام اللي قبل المنافسة على طول هم مش لا يعني خلاص في تركيز شديد جدا، لا بيتابعوا سوشيال ميديا ولا بيشوفوا ردود افعال ولا اي حاجه ولا بيشوفوا حتى المنافسين اللي حواليهم بيعملوا ايه، لانه ده كان مطلوب جدا. على فكره البعثه البارالمبيه عندها ميزه كمان ما كانتش موجوده في الاولمبيه، انه معاهم ثلاثه من افضل المعدين النفسيين الرياضيين، وده كان مهم جدا انه الكل اتكلم عليه قبل وقت الدوره الاولمبيه، انه ضرورة الإعداد النفسي الرياضي للبطل. ويمكن كان اللجنة البارالمبية المصرية سبقت بخطوة في الموضوع، وكان بقالها فترة بتشتغل على ده من خلال ثلاثة معدين نفسيين مرافقين دايما لأبطالنا، بيتكلموا معاهم بيجهزوهم نفسيا، إزاي تفصل نفسك، إزاي قبل المنافسة تبقى جاهز. طبعا كل التوفيق لباقي الابطال المشاركين سواء على المستوى الفردي او على مستوى الجماعي، لسه خلاص فاضل يعني يومين تقريبا وتنتهي البارالمبياد، لكن ان شاء الله نحصد اكبر عدد من الميداليات وان شاء الله تكون ذهبيه. ومره ثانيه مبروك لابطالنا اللي فازوا بالذهبيتين طبعا. كل الشكر ليك استاذ حسام زايد الناقد الرياضي بموقع كوره بلس.